هلا والله، السلام عليكم. صلوا على النبي. بدعوة من شركة جياد الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي، الوكيل الحصري لعلامة MG في المملكة. جاء أغطي لكم معرض الرياض للسيارات. في المقطع هذا راح أعرفكم على جناح MG وعلامة MG، وأيضا بصور لكم MG 7 الجديدة بمقطع مستقل، وMG ويل الجديدة كليا اللي راح يتم تدشينها على مستوى العالم في معرض الرياض. طيب خليني أتعرف على علامة MG. تعتبر علامة تجارية بريطانية ضمن قطاع السيارات، وتم تأسيسها في عام 1924 ميلاد، يعني 100 سنة، ما شاء الله تبارك الله. على فكرة عندهم سيارات تاريخية فازت بالعديد من الجوائز والكثير من الإنجازات على مدى 98 سنة الماضية، ومؤسسها ويليام موريس وأيضا سيسيل كيمبرز. كان عندهم نادي للسيارات يعتبر من أقدم النوادي، واشتهرت MG بسياراتها الرياضية المكشوفة بمقعدين، وأنتجت كمان سيارات الصالون والكوبي، وبعدها تم الاستحواذ عليها من قبل شركة سايك موتورز، وتعتبر سايك موتورز شركة مدرجة ضمن لائحة أول 500 شركة دولية. فبالتالي MG بدأت مرحلة جديدة وتحظى بمستوى متقدم في التقنيات المبتكرة ومركبات الطاقة الجديدة لعملاء السيارات، وهذا الشيء حتلاحظه في تصاميم وتقنيات سياراتهم الجديدة، حوريكم تفاصيلها بإذن الله بمقاطع مستقلة. أيضا سيارات كثيرة معروضة من MG، مثلا RX5 الجديدة، وأيضا T60 بتجهيزات للاستخدامات الشاقة المغامرات، وأيضا عندنا MG GT، وفي المنتصف عندنا MG 7 وأيضا MG ويل، وبعدين عندنا MG 1. وصورت لكم مقطع بالتفصيل للتجربة، حتلاقون المقطع في اليوتيوب. وأيضا عندنا السيارات الكهربائية لها نصيب، مثلا عندنا ZS EV، وأيضا عندنا HS بلاجن هايبريد أتوقع. طيب كذا وصلنا لنهاية التغطية، أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. كان معكم أبو نهال، أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما. وألف شكر لشركة جياد الحديثة، إحدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات، على رعايتهم لتغطيات معرض الرياض للسيارات. في أمان الله.